واحنا بنتكلم على عيد الأضحى، يمكن كمان عايز أقول لحضراتكم إنه جمعية الأورمان كعادتها سنويا كثفت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، وضعت خطة تستهدف توزيع أعداد كبيرة جدا من اللحوم على مستوى محافظات الجمهورية على غير القادرين بالطبع، وبخاصة القرى الأكثر احتياجا والمناطق النائية الأولى بالرعاية. وأطلقت جمعية الأورمان مبادرة إنسانية خيرية جديدة بعنوان بتمن كيلو واحد من اللحوم شارك في صك الأضحية، والحقيقة مقدمة في هذا الإطار مجموعة من البرامج. خلونا نعرف تفاصيلها من الأستاذ محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان. أستاذ محمود مساء الخير وكل عام وحضرتك بخير يا فندم. مساء الخير استاذ رامي، كل سنه وحضرتك طيب وكل الساده المشاهدين بخير يا رب ان شاء الله. وحضرتك بالصحه والسلامه. يعني اجمالي المستهدف ذبحه هذا العام ان شاء الله يقدر بقد ايه؟ احنا ان شاء الله عندنا نوعين من الصكوك، الصكوك البلديه. الصكوك البلديه دي بنذبحها ايام التشريق، اول وثاني وثالث ورابع يوم العيد، بتذبح داخل مصر. دي لحوم بلدي بنستهدف حوالي من 800 ل 1000 راس ان شاء الله، موزعه على جميع مجازر جمهوريه مصر العربيه بالتعاون مع وزاره الزراعه. نعم. دي بتوزع يا استاذ رامي طازه، احنا بنذبح ونكيس ونوزع في نفس الوقت. كويس، وقيمه الصك قد ايه بالنسبه للحوم البلدي؟ بالنسبه للحوم البلديه قيمه الصك 8100 جنيه. تمام جدا. وطبعا علشان نيسر السنه دي بالذات على الناس ونحاول نخلي كل الناس تشارك معانا في هذه الشعيره، بدأنا فكرة تقسيط الصك. يعني الصك أبو 8100 جنيه ده ممكن يدفع 1500 جنيه دفعة مقدمة، وبيقسط 600 جنيه على 11 شهر. 600 جنيه على 11 شهر. على 11 شهر. كويس. ده لكل أنواع الصكوك مش كده؟ ده صك بلدي. عندنا صك مستورد صغير ب 4800 جنيه، وعندنا صك مستورد كبير ب 5700 جنيه. الصغير المقدم بتاعه 1170 بيدفعوا 330 جنيه كل شهر لمده 11 شهر، والصك المستورد الكبير ب 5700 جنيه بيدفع 1300 جنيه وبيقسط 400 جنيه كل شهر. احنا بدانا فكره التقسيط دي علشان نقدر نوصل لجميع الناس اللي هي كانت بتذبح وكانت بتضحي في السنين السابقه، ونظرا لارتفاع الاسعار السنه دي بدانا نيسر شويه ان الناس كلها تشارك، وممكن برضه يشارك بلحوم صدف 400 جنيه. الكميه اللي هنذبحها خارج مصر، احنا بنذبح السنه دي في الهند وفي البرازيل. بنذبح حوالي ما يقارب من 5000 او 6000 راس. بتصفي حوالي 1200 طن لحوم، يعني 1,200,000 كيلو لحوم. دي توصل مصر بعد العيد بشهرين او لثلاث شهور، بنبدا نوزع فيها تقريبا لغايه شهر رمضان ولغايه بعد رمضان كمان. دي بتوصل بعد، حضرتك بتقول بعد العيد بشهرين او ثلاثه؟ اه يا فندم. الغرض من كده ايه؟ احنا لو هنذبح 5000 او 6000 راس داخل مصر، احنا تقريبا بنقضي على الثروه الحيوانيه. احنا كم جمعيه بتذبح؟ كم حد بيذبح؟ فاحنا لو كل حد هيذبح 5000 راس، فاحنا بنحافظ اولا على الثروه الحيوانيه. ثاني حاجه، انا بجيب اللحمه من بره ارخص من مصر. هناك الدنيا ارخص بكتير من هنا، نظرا برضو لظروف كتير جدا جدا جدا. طب معلش استاذ محمود، اعذرني برضو في السؤال، بس وده سؤال للتوضيح. يعني ما كانش افضل انه يتم تبكير الامر عشان الدفعات دي تصل مع عيد الاضحى؟ ما هو حضرتك انت ملتزم بالشعيره. نعم. ان الذبح يتم ايام التشريق. صحيح. فاحنا بنذبح في العيد ايام التشريق داخل مصر وخارج مصر. خارج مصر. لجنة. تمام. ده يا فندم ده نقطه مهمه جدا. لجنه من جمعيه الاورمان والطب البيطري والمركز الاسلامي في البرازيل او الهند، بيحضروا الذبح صنف عين، يعني بيحضروا الذبح عشان يحققوا الشعيره. والتوكيل اللي خدناه من المتبرع ان احنا نحقق عنه شعيره الاضحيه. نعم. فاللحمه دي بتوصل في يعني من خلال شهرين تقريبا بعد العيد. وده بيفيدنا في ايه؟ في ان احنا طول السنه بنوزع لحمه. ده شيء رائع فعلا. لان انت في العيد الكبير كل الناس بتذبح تقريبا وكل الناس بتوزع اللي حواليها، ولكن بعد العيد بشهر خلاص اللحمه خلصت. فالحمد لله رب العالمين، دي كتجربه احنا عاملينها من اكثر من 10 سنين وناجحه جدا جدا جدا. هي. الحمد لله. لا، وفكره التقسيط دي كمان فكره عظيمه جدا، لان ممكن يبقى حد ما عندوش المقدره الماليه كلها دلوقتي انه يشتري ثمن الصك كامل، فدي فكره برضو متميزه ان حضراتكم عاملين فكره التقسيط على مدار حوالي 11 شهر. فكره ناجحه جدا 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 جدا، وميسره على ناس كتير ان هي تشارك وتحقق الشعيره وتحقق السنه اللي هي متعوده عليها كل سنه. نعم.
ربنا يقدر حضراتكم على فعل الخير، وربنا مع حضراتكم على الذبح ويوم التشريق ثم التوزيع على كل محافظات الجمهورية وصولا إلى كل القرى اللي موجودة في المحافظات الحدودية بإذن الله. بشكرك وكل عام وحضراتكم بخير وكل التوفيق لحضراتكم. أستاذ محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان.